وكما عرفه المسلمون الأولون وطبقوه إسلام القرآن والسنة، إسلام الفطرة والبيان والبرهان، إسلام الثورة الدائمة على الظلم، إسلام السمو الخلقي والروحاني البعيد عن الخرافات والبدع والتقاعس عن العمل، إسلام الرحمة الذي يتسع لجميع البشر وللإنسانية جمعاء برحمته وإحسانه وحسن معاملته. دافع الحزب عن الإسلام ضد الفلسفات الهدامة وضد مذاهب الجدل العقيم وضد ظلام الجهل، وناضل علماؤنا الذين تخرجوا من القرويين منارة الوسطية والاعتدال من أجل تحرير الفكر الإسلامي من الانحراف وحماية سلوك المؤمن من الغلو. وقد بذل زعماؤنا جهدهم لتوضيح الملائمة القائمة بين العلم والدين وبين الحداثة والإيمان، وللإقناع بضرورة التجديد في الحقول الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها على ضوء مستجدات العصر والتطور الحديث وفي إطار الالتزام بالأصول الإسلامية. وظل زعيم التحرير علان الفاسي طيلة عمره السياسي يلح على وجوب تطعيم الثوابت الدينية بمبادئ جديدة قوامها الحرية في العقيدة والفكر، والتي تعطي الأمم الحق في تقرير مصيرها واختيار النظم التي تريدها وتكفل لها التعبير عن رأيها والتنظيم في إطار الجمعيات والأحزاب والنقابات. وقد اكتسبت السلفية في فكر علان الفاسي طابعا خاصا إذ جعل منها أسلوبا للترافع عن كرامة المواطن وأداة لتحرير الأرض والوطن تتكامل في عملها وغاياتها مع أهداف القوى التحررية والحركة الوطنية في مواجهة المستعمر ومقاومة الاحتلال. وبنفس الروح والتفاني التي كافح بها الحزب من أجل ترسيخ السلفية المتنورة، كافح من أجل إثبات الإنسية المغربية، وقد وجد في طريقه مقاومة عنيفة من طرف بعض الفئات كما وجدها في الأول في نهجه للسلفية. والإنسية في اعتقاد الحزب نظام كوني يعتبر فيه الإنسان سيد الكائنات مكرما ومفضلا على سائر المخلوقات التي خلقت من أجله، وتعتبر الشعوب تجمعات إنسانية لها الحق في إبداع واختيار أسلوب الحياة الذي يميزها ويناسبها ويسعدها. وبالتالي فالإنسية هي كل الخاصيات أو المميزات التي يتميز بها الشعب، وهي مزيج منصهر عبر حصول التاريخ من معتقدات وأعراف وإحساسات وارتباط عاطفي وقوي بالأرض وبالوطن وبالعشيرة، وهي العقلية التي يحقق الإنسان بها ذاته، وهي الهوية والحضارة والتجربة والمهارات والذوق وغيرها. ولهذا فلكل شعب إنسيته التي يجب أن تحترم والتي تتمثل في عقائده وآدابه وفنونه ونظمه، وتتجسد في علمائه ومفكريه وزعمائه وحكامه وأبطاله ومدنه العليا ونماذجه العالية التي تشكل رصيده الإنساني ومنتوجه الحضاري ومساهمته الوطنية في إثراء رصيد أسرته الإنسانية. من اليسير أن نلاحظ أن السلفية الإسلامية والإنسية المغربية يلتقيان في المعين المشترك والأصالة ويفترقان في المضمون، إذ أن الإنسية المغربية تحتوي على عناصر لا تدخل أساسا في السلفية، وهي العناصر النابعة من المجتمع المغربي الغني بعاداته وتقاليده والمتنوع بجذوره وأصوله والمتمسك بأصالته الممتدة في أعماق التاريخ حتى قبل مجيء الإسلام. السلفية والإنسية يتفقان في أسلوب العمل، وهو تطهير الإسلام من البدع والخرافات وتجريد الشخصية المغربية من الدخيل ومن الطفيليات التي من شأنها أن تلحق أضراراً
بالشخصية المغربية أو تحدث تشويهاً أو مسخاً في جسم المجتمع. أيها الحضور الكريم، قد يعتقد البعض أن السلفية مجعية وجمود، وأن الإنسية تعصب وانغلاق عن العالم وعن العصر، وهذا غير صحيح سواء بالنسبة للسلفية أو بالنسبة للإنسية. فالسلفية ليست مذهباً نتعصب له، لأنها في حقيقتها إلغاء للمذاهب ونافية لأسباب النزاع. هي فقط رجوع إلى الأصل، إلى الوحي المنزل وإلى كلام مبلغ الرسالة لتصحيح الاعتقاد وفهم مقاصد الشرع والعمل على ضوئها من أجل تطوير الحياة، خصوصاً في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. أما التمسك بالإنسية فهو أبعد ما يكون عن التعصب أو الشوفينية، فالإنسية مسألة نظامية قبل كل شيء. فكيف لا نقبل أن تكون للشعب هويته التي يتميز بها عن باقي الشعوب، وعبقريته التي يختص بها ويعتز بعطائها ويستعملها كعملته الوطنية، يتعامل بها مع غيره ويعرف بها في مختلف أوساط المجتمع الإنساني. فإذا كانت قواعد الإنسية متينة راسخة في نفوس أهلها، فإنها تقاوم الدخيل وتتصدى للغزو وترفض ما يشكل ضرراً عليها وخطراً على توازنها، كما يمكن أن تختار لكل حرية ما تراه صالحاً لها وتقتبس ما فيه إغناءً لمحتواها، فنأخذه بكل اقتناء بصلاحه ويقين في جدواه. لا أريد أن أنهي كلمتي دون أن أتوجه بالشكر للسادة الأساتذة الأجلاء الذين قبلوا المشاركة في هذه الندوة بمداخلتهم، وعلى رأسهم والذي يغيب عنا الآن نظراً لمرض ألم به وهو في سن حوالي 90، أطال الله في عمره، العلامة سيدي محمد بن حماد السقلي، أبرز علماء القرويين، الغني عن كل تعريف والغني عن كل تقديم. فجل علماء حزب الاستقلال تتلمذوا على يديه ونهلوا من معينه واقتبسوا من جدوته، فجزاه الله عنا خيرا خير الجزاء. والدكتور الفاضل حميد فتاح الغني عن التعريف ايضا، والحاضر دوما في ساحته الاجتهاد الفكري والنضال السياسي، ولكنني اريد ان اخص بالترحيب باسمي واسمكم جميعا، الاستاذ محمد عبد الوهاب الرفيقي ابو حفص، الذي يحضر معنا لاول مره في انشطتنا الفكريه، فله منا جزيل الشكر على تلبيته لدعوه منظمي هذه الندوه. وختاما اختم بقوله تعالى: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.